هاد المساله هادي بدات كتبان تقريبا في السنتين الاخيره. كاين هنايا بحال السيل نقدر نقولوا بحال شي مافيا او كذا كيبيعوا المخدرات، ولكن شكون اللي كيوصلوا السلعه يعني ما بين هادوك الناس حتى الزبون، اغلبيه هاد سميتو كيمشيو كيستهدفوا طلاب، خصوصا الطلاب الاجانب اللي كيكونوا هدفهم فقط العمل وجايين تحت غطاء الدراسه. في جميع المدن، لا في مدينتي لا في المدن الاخرين، كاين بزاف ديال الطلبه اللي وقعوا في هذا الفخ. كاين اللي كيتشدوا مباشره بعد 3 ايام 4 ايام، كاين اسبوع، الله يجعل حتى شهرين، ولكن في الاخير كيتشدوا. المشكل في الامر هو انه هنا في روسيا انك تشدك الشرطه كتشتغل في مجال المخدرات راه عنده عقوبه اشد من موضوع ديال القتل، فاهم؟ هاد الناس اشنو كذا كيبيعوا كيستعملوا شي وسائل تواصل، خصوصا اشهر التليجرام، باش يعني كتواصل معهم وهما مجهولين، يعني ما يمكنش تعرف شكون وكذا، باش يعني كتخلصهم و كيقول لك يعني بعد فتره كيصيفطوا لك واحد لوكاليزيشن كيقول لك سير تما راه غادي تلقى السلعه ديالك. ولكن شكون اللي كيوصل ديك السلعه وكيحطها تمايا؟ اغلبيتهم هاد الناس كيستهدفوا الطلاب، لان اغلبيتهم دوك اللي كيجيو تحت غطاء العمل كيبداو كيقلبوا يعني على خدمه، بالتالي كيوقعوا في مشكل ديال الطمع، فهمتي؟ لان هاد الموضوع هذا فيه فلوس، كيشوفوا كيقول لك انا فقط غادي نوصل هاد السلعه وغادي ناخذ 5000 روبل يعني، ولا 10000 روبل ولا كذا في ظرف يعني ديال نص ساعه ولا كذا، فاهم؟ بينما كلهم كيتشدوا يعني الماكسيموم 15 يوم 20 يوم كيتشدوا كيلقاو راسهم في الحبس. لهذا اول نصيحه واول امور اللي خاصك ترد منها البال وكينصحك بها بغفور انك تبعد منها هنايا، هو كل ما له علاقه من قريب او من بعيد في موضوع المخدرات، راه هنا الحكومه ما كترحمش اطلاقا في هذا الموضوع، لان عارفه الخطوره ديالو، عارفه الاضرار ديالو، عارفه اذا تلقات ليه اللعب المجتمع او الجيل يعني الشباب ديالهم كيفاش غادي يضيعوا، بالتالي المجتمع كامل غادي يضيع، فاهم؟ لهذا بعد من هذا ما تحاولش تقرب لهاد المنظمات هادو، ما تحاولش تقرب لهاد التجاره او كل تجاره اخرى محرمه قريبه لها، وكذلك ما تحاولش تقرب مع اي شخص سمعتي عليه ولو عشت كيتي فيه انه كيتعاطى هذا الموضوع ديال كذا، لانك تقدر شي مره تكون غير مريح معاه في شي قهوه، فهمتي؟ اولا مريح معاه في الدار اولا اي مكان، جي الشرطه تبغي تهزو راه غادي تهز معاه كل هذوك الناس اللي لقات معاه. ويلا ندوزو المساله الثانيه. المساله الثانيه اللي عبغافور كيحضرك انك تبع يعني كيحضرك منها بزاف، هو مساله القاصرات، فاهم؟ هنايا كتلقى احيانا شي بنات كتلقى هي يلا عندها 16 عام او 17 عام وكتبان بحال عندها 23 عام او 24 عام، وكاينه كاع اللي كتكذب، كاينه كاع اللي كتشاطي معاها ولا شي حاجه كتقول لك انا عندي 24 ولا كذا، فهمتي؟ انت غادي يعني تيق ولا فهمتي غالبا غادي تيق. هنا كذلك الشرطه ما كيرحموش بنادم في موضوع القاصرات، لهذا بعد جذريا من البنات وخصوصا هنا من القاصرات، لانه تقدر فقط بميساج واحد دخلك الحبس، فهمتي؟ اي بارتي بامور بسيطه بزاف دخلك الحبس. زائد انه كاين واحد بارتي خصوصا اللي شفتها في بعض المدن الصغيره كيكونوا شي وحدين، فاهم؟ كيستعملوا القاصرات باش يصيدوا، فاهم؟ باش يصيدوا الناس خصوصا الاجانب اللي عندهم فلوس، فهمتي؟ يعني هو بالعاني كيصيفط لك بنت عيب الفن اولا هي كذا، باش من بعد يعني كيشدوا عليك شي دليل وكيبداو ديك الساعه يهدوك، عطينا مثلا 50000 روبل او 60000 روبل او 100000 روبل على حسب، ولا غادي يمشيو للبوليس غنصيفطوا مثلا هذا الميساج ولا هذا الاوديو يعني يعني بتحرش او محاوله اغتصاب او اي حاجه. وفعلا واخا يكونوا ما هادشي داروا مقصود وكذا ولا غير ممثلين ولا هادي، بسهوله خصوصا انت كاجنبي، فاهم؟ خصوصا انت كاجنبي، يعني راه ملي كتحط عند البوليس انت اجنبي مع قاصره روسيه، بالتالي بسهوله غادي تيقوها هي وغادي يجيو مصلحتها هي، لانك انت اجنبي وخصوصا انت راجل وهي بنت، فهمتي؟ بسهوله التهمه غادي تلصق فيك وغادي يعني بالضحك باللعب غادي تلقى راسك غادي باربعة سنين خمسة سنين ديال السجن. الحاجه الثالثه هي الكلوبات. كلوبات هنايا هي اكثر بلايص اللي كيجيبوا منها الناس الحبس، اكثر بلايص كيجيبوا من الناس البليه، اكثر بلايص اللي كيترافقوا فيها اولا كيتعرفوا فيها الناس على رفقه السوء، فاهم؟ اولا كل العادات الاخرى السيئه، فاهم؟ ما كيتجمعوا دوك تما الا السكيريه الا كذا الا كذا الا كذا، ناهيك على التفاصيل الموجوده هناك، راه انت وانا عارفين شنو كاين تما،
ما تقولش لا مشيت ما انا لا راه ما غاديش نشرب لا كذا، كلها كتبدا بهكاك، والنفس اماره بالسوء والشيطان كيمشي معاك بشويه بشويه. نهار الاول غادي تمشي عاد تشرب شويه ديال يعني مولادا، نهار الثاني كذا، نهار الثالث كذا، فهمتي؟ بعد فتره قصيره غادي تلقى راسك مشيتي بعيد وبزاف. بغيتي تنشط ولا سميتو ماشي اشكال، نشط في الغرفه ديالك انت والاصدقاء ديالك مثلا في الشقه ديالهم ولا كذا بيناتكم. اما الكلوبات راه نيفو اخر، غير في مدينتي انا نهيك على المدن موسكو ولا كذا، غير سميتو شفت الناس مشاو الحبس بسبب وقعوا تمايا امور يعني في كلوب، شفت الناس ضاربوا على ود بنات وتصدقوا ترحلوا، شفت الناس طردوا من جامعات بسبب امور وقعت في كلوبات، شفت الناس كانوا نقيين وكذا ولاو مدمنين خمر بسبب كلوبات، زائد وزيد وزيد وزيد. فاهم؟ انا ماشي ضد انك تسمع موسيقى ولا تشرب عصير ولا كذا، لكن ماشي ضروري انك تمشي كلوبات باش انك دير هذاك الشيء. من اكبر الاغلاط اللي دارها بغافور هنا يعني في سنين وهنا في روسيا هو انه في العام ديالو الاول كله دوزتو انا كنشتغل مع العرب، فاهم؟ وخصوصا هنا في روسيا، فاهم؟ سمعت قصص يعني باعداد غير منتهيه ديال الطلبه يعني تشتغلوا مع عرب وضحكوا عليهم واستغلوهم وكلوا لهم يعني العرق ديالهم، فاهم؟ بغيتي تخدم اولا ما تجيش فكره انك تخدم من السنه الاولى، انك هنا في روسيا باش تخدم خاصك اللغه الروسيه مباشره، فاش تتعلم لغه مباشره سيستغل مع الروس، ماشي ضروري تكون عندك واحد اللغه نيفو طالع ولا كذا، لا غير واحد النيفو شويه كذا، بعد واحد 8 ديال الشهور ولا 10 ديال الشهور او بعد ما تسالي السنه التحضيريه ديالك تعلم ما يكفي من اللغه مباشره تعلم مع الروس، لان الروس ما ياكلوا لك حقك، غادي يعطيوك عرقك، فهمتي؟ يطبقوا معاك القانون، فهمتي؟ ما كاينش استغلال، ما كاينش شحال من حاجه. اما العرب العكس تماما، ما كنقولش ان كلهم هنايا 100%، ولكن متاكد انه اكثر من 90%، فاهم؟ اكثر من 90%، وخصوصا اذا لقاك باقي جديد ما عارفش اللغه اي بغي يستغل لك من هذه القضيه، ولا عارف لقاك ما عارفش القانون، ما عارفش بشحال من حاجه، ما عارفش حقوقك، ما عارفش الراتب الحقيقي اللي خاص تشد، راه ما غاديش يعقل عليك وما غاديش يرحمك، فاهم؟ غادي كاين بزاف، فهمتي؟ كاين بزاف هنايا اصحاب مطاعم لا سميتو اللي انقص كيقلبوا على بحال الضحايا، على بحال الطلاب هادو اللي باش انهم يركبوا على ظهرهم ويستغلوهم، فاهم؟ لهذا الصبر في الاول، تعلم اللغه ومباشره سير استغل مع الروس. من اكثر الامور اللي كذلك خاصك ترد منهم البال هنا في روسيا هو داك السلف، تسلف عباد الله، فاهم؟ انا اكثر واحد ضد انك تكون اناني، ولكن من تجاربي هنا في روسيا خصوصا القضية ديال السلف هي الحاجة الوحيدة اللي نصحك فيها انك تكون اناني، الا مع صحابك، يعني صحابك اللي عارفهم مزيان وتيق فيهم، فاهم؟ يعني انا اللي كنهضر معك دابا في هذه اللحظة هذه كنسال عباد الله ما نواحي 400 دولار تقريبا وربما اكثر، انا هادشي اللي عاقل عليه، رغم انني ما كنسلفش الناس اللي ما كنعرفش وكذا، فهمتي؟ لماذا؟ ان هنا اغلبية الطلاب ما كيخدموش، كيعتمدوا يعني على المصروف اللي كيصيفط والديه، من غير نتايا غادي تصيفط لك، وخا يقدر هو في الاول نيته انه راه غادي يرجع لك من بعد، ولكن راه مني الشهر الاخر اش يقول لك داكشي اللي صيفطوا ليه والديه، غادي بدا هو ديك الساعه يشوف امور بانانيه، داكشي اللي صيفطوا ليه والديه غادي يقول لك يلا غادي يكفيني، غادي يقول لك لا ما نقدرش دابا نعطيك حيت داكشي اللي عطيتك، يولي هو يقول لك راه انت اللي عطيتك ما غادي يبقى ليا والو، فهمتي؟ لهذا رد البال 6000 مره قبل ما تسلف شي واحد، فاهم؟ كيف قلنا عاوتاني واحد مره مثلا كان عندي شويه ديال الفلوس، طلب مني واحد الصديق، المهم نحسبو نقدر نحسبو حتى هو صديق ربما، داين قال لي بلي ما عندوش ما ياكل وكذا، عادي سلفتو يعني بالواجب. صدق هذيك العشيه كانت شي واحد الجمعه، فهذيك العشيه شافوا الدراري اخرين مشى كيشياش ومشى ومشى بيت سكران، فهمتي؟ يعني انا حيدتهم، يعني شاركت معاه هذاك، يعني حيدته من 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 فمي يعني من قوت اليومي، وفي الاخر لقيته هو يمشى كيسكر به. يعني هذا اللي زعما كنعرفو، كناهيك عن الناس اللي ما كتعرفهمش، كون على يقين ان اي فلوس غادي تسلفها شي حد هنا في روسيا راه ما غاديش تشوفها مره اخرى، غتولي نتايا كتبوس الرجلين وكتشرح لبنادم ها العار كيفاش يعني تقنع بنادم انه باش في الاخر على العار ردك فلوسك. نهار الاول فاش جيت لروسيا الى لقيتي راسك حطاتك الجامعه
مباصره في سكن جامعي اللي عامل هرب كذا الامور اللي كنصحك انك تهرب منهم فورا. اصلا كاين اشكال في موضوع جوده السكن الجامعي هنايا، ان الاغلبيه الساحقه ديال الجامعات نقدر نقول نواحي 65 او الى 70% ديال الجامعات هنايا عندهم سكن جامعي متوسط او اقل، او غالبا كيكون اقل من متوسط. زائد ملي كتقع مليان عرب ابعد منه، كنصحك اهرب منه فورا. انت كطالب عندك الحق كامل على انك انت اللي تختار في الاول فين غادي تسكن، لان كل جامعه ما كيكونش عندها سكن واحد، كيكون عندها سكنات، فاهم؟ من حقك انك تقول لهم هذا السكن ما عجبنيش، ولا ما بغيت نسكن هنايا، بغيت نسكن في السكن الجامعي الاخر. انت اصلا قبل ما تجي ما فيها باس، بالعكس واجب انك تسول هذيك الجامعه الدراري الو الدراري، فهمتي؟ شوف شي وحدين اللي كيقراو تما سميتو اسم السكن اللي مزيان فيهم تما، فاهم؟ خصوصا على سدويت انا الجامع السكن اللي كيكون عامر عرب، اللي بغى يقول انا عنصري شغلو هذاك، ماشي انا كندوي انا من تجارب ومن اللي كنشوف الامور اللي كنشوف. كتلقاه كله مشاكل، كله مشاكل، ديما مضاربين بعضياتهم، ديما الدراما، ديما هذا هذا سرق هذا هذا كذا، فهمتي؟ الصداع بالليل، الموسيقى كذا، الوسخ، فهمتي؟ ما عمرك غادي ترتاح. وطبعا الا كنتي ما مرتاحش نتايا في بلاصه اللي ساكن فيها، فراه هذا غادي ياثر عليك كامل حياتك كلها وعلى دراستك وعلى كل شيء. الناس اللي اولاد يعني دابا عندهم اولياء امور، اللي عندهم شويه ديال الفلوس، كنصحك صيفطي ولدك روسيا من الاحسن، ومن الاحسن وبزاف على انك تكري ليه، فاهم؟ كري ليه والله يجعلو، ما ديتيش كري ليه شقه، وكري ليه شومبر، كري ليه غرفه شي بلاصه هنايا ب 100 دولار غادي تقال لولدك غرفه ويمشي، وغادي يسكن فيها مرتاح، وغادي يقرا فيها مرتاح، فاهم؟ سكن جامعي هنايا لقيتي عامر هرب، اهرب بنفسك فورا. كنتمنى هذا الفيديو هذا كان مفيد لكم، نشوفوا ان شاء الله فيديو قادم، والسلام عليكم.